أستاذ جمال، يعني تابعنا كلمة جوزيب بوريل، ويعني تحدث أن الاتحاد الأوروبي سيرد بكل الطرق على هذه العمليات العسكرية وعلى هذا الهجوم الروسي، وأن المفاوضات الأوروبية ستستمر بدعم أوكرانيا. تحدث عن فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، وهي يعني هو تحدث أنها الأكثر قسوة، ووجه الدعوة الروسية بالتوقف عن التصعيد، وتحدث أنها مسألة حياة أو موت وتتعلق بمستقبل المجتمع الدولي، وأيضا تحدث عن اختيار روسيا أحاديا تصعيد غير مسبوق وغير منطقي. يعني أستاذ جمال، إحنا ما زلنا أمام إقرار عقوبات اقتصادية على روسيا. يعني للاسف برضه نفس الاليه في الحديث مع الجانب الروسي، لم تتغير الاليه ولم يتغير التصرف الروسي. كان يجب على الاتحاد الاوروبي ان يخرج باليات جديده، بحديث جديد، ب يعني نمط سياسي او دبلوماسي اخر للحديث مع الجانب الروسي، ولكن ايضا العقوبات الاقتصاديه ربما هنا عدم قراءه جيده للواقع الروسي. الواقع الروسي في الحقيقه يستطيع ان يتحمل التقشف والازمات الاقتصاديه، خصوصا انه لديه ارث اشتراكي يؤهله الى هذا الامر، ولكن المواطن الغربي لا يستطيع برفاهيه الغرب ان يتحمل التقشف الاقتصادي، وبالتالي هنا القياس في العقوبات خاطئ للغايه. الاتحاد الاوروبي يتحدث عن عقوبات سوف تؤثر على الداخل الروسي، بينما الداخل الروسي متاهب لهذا الامر، لديه من التاريخ ومن الارث التاريخي ما يجعله يستطيع ان يتقشف وان يتحمل الظروف الاقتصاديه الصعبه، وهو تحمل ظروف اقتصاديه من قبل، وبالتالي هذا السلاح غير ناجع لايقاف الحرب في اوكرانيا، ومن ثم ايضا الحديث عن نفس السلاح. نعم. أنا أعتقد نعم استاذ جمال، يعني دعني انقل لك هذه التصريحات العاجله على لسان الجانب الاوكراني بان روسيا قامت بقصف 6 مطارات، من بين هذه المطار مطار العاصمه كييف، وعدد الجرحى ارتفع والقتلى من يعني 8 قتلى و9 مصابين حتى هذه اللحظه، فيبدو ان هناك وتيره في الاحداث. هذه الوتيره تتزامن أيضا مع كما تابعنا المؤتمر الخاص بالاتحاد الأوروبي التي قالت فيه أورسولا فوندرلاين رئيسة أو المفوضية رئيسة المفوضية الأوروبية تحديدا، والتي قالت فيه يعني سنستمر بتقديم كل الدعم لأوكرانيا. ما هي صور الدعم التي من الممكن أن تقدمها أو يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل أيضا تصريحات جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بأن الأمر أصبح لا يتعلق بالدبلوماسية، فهي مسألة حياة أو موت، والأمر أصبح يتعلق بالمجتمع الدولي ككل؟ طب هنا يجب أن نربط قصف المطارات بالدعم الأوروبي، لأن هنا نتحدث عن قطع يعني سلاسل الإمداد والتمويل إلى الداخل الأوكراني. أنا أعتقد أن الآن ضعفت خطوط الإمداد والتمويل للداخل الأوكراني، الجانب الأوروبي لن يستطيع نقل سواء مواد غذائية أو حتى أدوات عسكرية ثقيلة إلى البر طبعا جوا إلى الداخل الأوروبي، وهذه معضلة. وبالتالي هنا أوروبا ساهمت في حصار أوكرانيا بعد أن يعني دخلت في عناد سياسي مع روسيا، كانت عليها أن تتوقع مثل هذه السيناريوهات، وبالتالي الأمر الآن يتأزم، وبالتالي الدعم أنا أعتقد أن مهما كانت أشكاله فهنا سوف يكون المواطن الأوكراني هو من يدفع هذا الثمن، لأن بالتأكيد بنتحدث عن ضحايا، بنتكلم الآن عن عدد من القتلى، وبالتالي سوف تزداد هذه الأرقام، ومن ثم أنا أعتقد أن الدعم يعني لن يكون يعني جيد في ظل أن قذفت المطارات الآن، وبالتالي الأمر صعب. أيضا روسيا لديها 3 جبهات مختلفة للدخول إلى أوكرانيا، بنتحدث عن بيلاروسيا، بنتحدث عن روسيا نفسها، بنتحدث أيضا عن يعني البحر الأسود في الأسفل، وبالتالي أنا أعتقد أن يعني روسيا تمتلك الجغرافيا الآن بشكل كامل، سواء عبر شل حركة الطيران في أوكرانيا أو يعني عبر امتلاك الحدود. وضحت الفكرة يا أستاذ جمال، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ جمال رائف على كل هذه الإيضاحات والتحليلات، نشكرك يا فندم جزيل الشكر.